بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس تفسير سورة القمر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى. نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 44 وما بعدها إلى الآية 47 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إن المجرمين في ضلال وسعر. وقد وقفنا عند المسألة الثانية من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، حيث يقول: المسألة الثانية جميع فيه فائدتان، إحداهما الكثرة والأخرى الاتفاق، كأنهم قالوا: نحن كثير متفقون فلنا الانتصار، ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الألفاظ المفردة. إنما قلنا إن فيه فائدتين، لأن الجمع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من جيم ميم عين وبوزنه وهو فعيل بمعنى مفعول، فيدل على أنهم جمعوا جمعيتهم العصبية. ويحتمل أن يقال معناه: نحن الكل لا خارج عنا، إشارة إلى أن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتداد به. قال تعالى على لسان قوم نوح عليه السلام أنهم قالوا له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وقالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وعلى هذا جميع يكون التنوين فيه لقطع الإضافة، كأنهم قالوا: نحن جميع الناس. المسألة الثالثة: ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضمير الجمع؟ نقول: على الوجه الأول ظاهر، لأنه وصف الجزء الآخر الواقع خبرا، فهو كقول القائل: أنتم جنس منتصر وهم عسكر غالب. والجميع كالجنس، لفظه لفظ واحد ومعناه، أو لفظه لفظ واحد ومعناه جمع فيه الكثرة. وأما على الوجه الثاني فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أن المعنى وإن كان نحن جميع الناس لا خارج عنا إلا من لا يعتد به، لكن لما قطع ونون صار كالمنكر في الأصل، فجاز وصفه بالمنكر نظرا إلى اللفظ فعاد إلى الوجه الأول. وثانيهما أنه خبر بعد خبر، ويجوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخر نكرة. وثانيهما أنه خبر بعد خبر، ويجوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخر نكرة. قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعلى هذا فقوله نحن جميع منتصر أفرده لمجاورته جميع. ويحتمل أن يقال معنى نحن جميع منتصر أن جميعا بمعنى كل واحد، كأنه قال: نحن كل واحد منا منتصر، كما تقول: هم جميعهم أقوياء، بمعنى أن كل واحد منهم قوي، وتقول: هم كلهم علماء، أي كل واحد عالم.
فترك الجمع واختار الإفراد لعود الخبر إلى كل واحد، فإنهم كانوا يقولون كل واحد منا يغلب محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال أبي بن خلف الجمحي. وهذا فيه معنى لطيف، وهو أنهم ادعوا أن كل واحد غالب، والله عز وجل رد عليهم بأجمعهم بقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهو أنهم ادعوا القوة العامة بحيث يغلب كل واحد منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى بيّن ضعفهم الظاهر الذي يعمهم جميعهم بقوله ويولون الدبر. وحينئذ يظهر سؤال، وهو أنه قال يولون الدبر ولم يقل يولون الأدبار، وقال في موضع آخر أي في سورة آل عمران وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وقال في سورة الأحزاب حكاية عن المنافقين ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وقال في موضع آخر أي في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فكيف تصحيح الإفراد وما الفرق بين المواضع؟ نقول أما التصحيح فظاهر، لأن قول القائل فعلوا كقوله فعل هذا وفعل ذاك وفعل الآخر، قالوا واو الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف، قالوا واو الجمع تنوب مناب الواوات التي في العطف، وقوله يولون بمثابة يولي هذا الدبر ويولي ذاك ويولي الآخر، أي كل واحد يولي دبره. وأما الفرق فنقول اقتضاء أواخر الآيات حسن الإفراد، فقوله يولون الدبر إفراده إشارة إلى أنهم في التولية كنفس واحدة، فلا يتخلف أحد عن الجمع ولا يثبت أحد للزحف، فهم كانوا في التولية كدبر واحد. وأما في قوله فلا تولوهم الأدبار أي كل واحد يوجد به ينبغي أن يثبت ولا يولي دبره، فليس المنهي هناك توليتهم بأجمعهم، بل المنهي عنه أن يولي واحد منهم دبره، فكل أحد منهي عن تولية دبره. فجعل كل واحد برأسه في الخطاب، ثم جمع الفعل بقوله فلا تولوهم، ولا يتم إلا بقوله الأدبار، وكذلك في قوله ولقد كانوا عاهدوا الله، أي كل واحد قال أنا أثبت ولا أولي دبري. وأما في قوله ليولن الأدبار فإن المراد المنافقون الذين وعدوا اليهود وهم متفرقون، بدليل قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وأما في هذا الموضع فهم كانوا يدا واحدة على من سواهم. يشير الإمام إلى قوله تعالى في سورة الحشر ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، إشارة إلى أن الأمر غير مقتصر على انهزامهم وإدبارهم، بل الأمر أعظم منه، فإن الساعة موعدهم، فإنه ذكر ما يصيبهم في الدنيا من تولية الدبر، ثم بين ما هو أدهى منه على من سلك طريق الإصرار على الكفر. هذا قول أكثر المفسرين، والظاهر أن الإنذار بالساعة عام لكل من تقدم، كأنه قال أهلكنا الذين كفروا من قبلك وأصروا، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا بخير منهم، فيصيبهم ما أصابهم إن أصروا،
ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام المجازى، فإتمام المجازات بالعذاب الأليم الدائم. وفيه مسائل: المسألة الأولى، ما الحكمة في كون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها موعد كل أحد؟ نقول: الموعد هو الزمان الذي فيه الوعد والوعيد، والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر. الموعد هو الزمان الذي فيه الوعد والوعيد، والمؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر. فلا يقول هو متى يكون، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. إذن المؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر، فلا يقول هو متى يكون، بل يفوض الأمر إلى الله عز وجل. وأما الكافر فغير مصدق، فيقول: متى يكون العذاب؟ فيقال له: اصبر، فإنه آت يوم القيامة. ولهذا كانوا يقولون: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. المسألة الثانية، الساعة أدهى من أي شيء؟ نقول: يحتمل وجهين، أحدهما ما مضى من أنواع عذاب الدنيا، ثانيهما أنها أدهى الدواهي فلا داهية مثلها. المسألة الثالثة، ما المراد من قوله تعالى وأمر؟ قلنا: فيه وجوه، أحدها هو مبالغة من المر، وهو مناسب لقوله تعالى فذوقوا عذابي، وقوله تعالى ذوقوا مس سقر. وعلى هذا فأدهى أي أشد، وأمر أي آلم. والفرق بين الشديد والأليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لا يطيقه أحد لقوته، ولا يدفعه أحد بقوته. مثاله: ضعيف ألقي في ماء يغلبه، أو في نار لا يقدر على الخلاص منها، وقوي ألقي في بحر أو في نار عظيمة، يستويان في الألم والعذاب، ويتساويان في الإيلام، لكن يفترقان في الشدة. فإن نجاة الضعيف من الماء الضعيف بإعانة معين ممكن، ونجاة القوي من البحر العظيم غير ممكن. ثانيهما أمر مبالغة في المار، إذ هي أكثر مرورا بهم، إشارة إلى الدوام. ثانيهما أمر مبالغة في المار، إذ هي أكثر مرورا بهم، إشارة إلى الدوام. فكأنه يقول: أشد وأدوم. وهذا مختص بعذاب الآخرة، فإن عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب، وزال فلا يدوم العذاب. وإن دام العذاب بحيث لا يقتل المعذب فلا يكون العذاب شديدا. إذن لا تجتمع الشدة والدوام في الدنيا، أما في الآخرة فهو شديد دائم. ثالثها أنه المرير، وهو من المرة التي هي الشدة. وعلى هذا فإما أن يكون الكلام كما يقول القائل: فلان نحيف النحيل وقوي شديد، فيأتي بلفظتين مترادفتين إشارة إلى التأكيد، وهو ضعيف. وإما أن يكون أدهى مبالغة من الداهية التي هي اسم الفاعل من دهاه أمر كذا إذا أصابه، وهو أمر صعب، لأن الداهية صارت كالاسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائبة التي لا تكون من أسماء الفاعلين. وإن كانت الداهية أصلها ذلك، غير أنها استعملت استعمال الأسماء وكتبت في أبوابها، وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق، أي هي بحيث لا تدفع. ثم قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. وفي الآية مسائل: المسألة الأولى، في من نزلت الآية في حقهم. أكثر المفسرين اتفقوا على أنها نازلة في القدرية،
روى الواحدي في أسباب النزول قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله الكعبي قال: حدثنا حمدان بن صالح الأشج حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي داود حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، إلى قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نزلت في القدرية. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مجوس هذه الأمة القدرية وهم المجرمون الذين سماهم الله تعالى في قوله: إن المجرمين في ضلال وسعر. وكثرت الأحاديث في القدرية وفيها مباحث. البحث الأول في معنى القدرية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية في حقهم أو فيهم. فنقول: كل فريق في خلق الأعمال يذهب إلى أن القدرية خصمه. فالجبري يقول: القدري من يقول: الطاعة والمعصية ليستا بخلق الله عز وجل وقضائه وقدره، فهم قدرية لأنهم ينكرون القدر. والمعتزلي يقول: القدري هو الجبري الذي يقول حين يزني ويسرق: الله قدرني أو قدره علي، فهو قدري لإثبات القدر. وهما أي المعتزلي والجبري يقولان للواحد من أهل السنة الذي يعترف بأن الطاعة والمعصية بخلق الله عز وجل وليس من العبد، يقولون إنه قدري. والحق أن القدري الذي نزلت فيه الآية هو الذي ينكر القدر ويقول بأن الحوادث كلها حادثة بالكواكب واتصالاتها. ويدل عليه قوله، أي قول أبي هريرة رضي الله عنه: جاء مشركو قريش يحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فإن مذهبهم ذلك. وما كانوا يقولون مثل ما يقول المعتزلة: إن الله خلق لي سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكنني من الطاعة والمعصية، والله عز وجل قادر على أن يخلق في الطاعة إلجاء والمعصية إلجاء، وقادر على أن يطعم الفقير الذي أطعمه أنا بفضل الله. والمشركون كانوا يقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة هم القدرية، فنقول: المراد من قوله هذه الأمة إما الأمة التي كان محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم سواء آمنوا به أو لم يؤمنوا كلفظ القوم، وإما أمته الذين آمنوا به. فإن كان المراد هو الأول فالقدرية في زمانه صلى الله عليه وسلم هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله عز وجل على الحوادث، فلا يدخل فيهم المعتزلة. وإن كان المراد هو الثاني فقوله مجوس هذه الأمة يكون معناه الذين نسبتهم إلى هذه الأمة كنسبة المجوس إلى الأمم المتقدمة، لكن الأمم المتقدمة أكثرهم كفرة، والمجوس نوع منهم أضعف شبهة وأشد مخالفة للعقل. فكذلك القدرية في هذه الأمة تكون نوعا منهم أضعف دليلا، ولا يقتضي ذلك الجزم بكونهم في النار. فالحق أن القدرية هو الذي ينكر قدرة الله تعالى، إن قلنا إن النسبة للنفس،
أو هو الذي يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادث، إن قلنا إن النسبة للإثبات، وحينئذ يقطع بكونه في ضلال وسعر، وأنه ذائق مس سقر. البحث الثاني في بيان من يدخل في القدرية التي في النص ممن هو منتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن قلنا القدرية سموا بهذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى، فالذي يقول لا قدرة لله عز وجل على تحريك العبد بحركة هي الصلاة وحركة هي الزنا، مع أن ذلك أمر ممكن، لا يبعد دخوله فيهم. وأما الذي يقول بأن الله عز وجل قادر غير أنه لم يجبره وتركه مع داعية العبد، كالوالد الذي يجرب الصبي في حمل شيء تركه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء والامتحان، لا كالمفلوج الذي لا قوة له إذا قال لغيره احمل هذا، فلا يدخل فيهم ظاهرا وإن كان مخطئا. وإن قلنا إن القدرية سموا بهذا الاسم لإثباتهم القدرة على الحوادث لغير الله عز وجل من الكواكب، والجبري الذي قال العبد هو الحائط الساقط الذي لا يجوز تكليفه بشيء لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة، فلا شك في دخوله في القدرية، فإنه يكفر بنفيه التكليف. وأما الذي يقول خلق الله تعالى فينا الأفعال وقدرها وكلفنا ولا يسأل عما يفعل، فما هو منهم؟ البحث الثالث: اختلف القائلون في التعصب أن اسم القدرية بالمعتزلة أحق أم بالأشاعرة؟ فقالت المعتزلة الاسم بكم أحق، لأن النسبة تكون للإثبات لا للنفي، يقال للدهري دهري لقوله بالدهر وإثباته، وللمباحي إباحي لإثباته الإباحة، وللثنوية ثنوية لإثباتهم الاثنين وهما النور والظلمة. إذن اختلف القائلون في التعصب أن القدرية بالمعتزلة أحق، أن اسم القدرية بالمعتزلة أحق أم بالأشاعرة؟ من الأحق بهذا الاسم؟ فقالت المعتزلة الاسم بكم أحق، لأن النسبة تكون للإثبات لا للنفي، يقال للدهري دهري لقوله بالدهر وإثباته، وللإباحي إباحي لإثباته الإباحة، وللثنوية ثنوية لإثباتهم الاثنين وهما النور والظلمة، وكذلك أمثالهم. وأنتم تثبتون القدر فأنتم أحق بهذا الاسم. وقالت الأشاعرة النصوص تدل على أن القدرية من ينفي قدرة الله تعالى، ومشركوا قريش ما كانوا قدرية إلا لإثباتهم قدرة لغير الله عز وجل. قالت المعتزلة إنما سمي المشركون قدرية لأنهم قالوا إن كان قادرا على الحوادث كما تقول يا محمد فلو شاء الله لهدانا، ولو شاء لأطعم الفقير، فاعتقدوا أن من لوازم قدرة الله تعالى على الحوادث خلقه الهداية فيهم إن شاء، وهذا مذهبكم أيها الأشاعرة. يقول الإمام والحق الصراح أن كل واحد من المسلمين الذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن القدرية، ولا يصير واحد منهم قدريا إلا إذا صار النافي نافيا للقدرة، وصار المثبت منكرا للتكليف. ونقف عند المسألة الثانية من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر. نقرأ هذه المسألة وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.